بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس. سنبدأ اليوم بإذن الله بالدرس الثاني من كتاب التاريخ من الوحدة الثانية، وهو بعنوان أعمال الخليفة أبو بكر الصديق. في الحصة السابقة تكلمنا عن حياة أبو بكر الصديق، نسبه، نشأته، تكلمنا كيف تولى الخلافة، وحللنا خطبة أبي بكر عند توليه الخلافة. اليوم بإذن الله سنبدأ بالأعمال التي قام بها الخليفة أبو بكر أثناء فترة حكمه. أول عمل قام به الخليفة أبو بكر بعد توليه الخلافة هو تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أي أمر؟ إرسال جيش أسامة بن زيد بن حارثة. تحدثنا فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهز هذا الجيش، إلا أن هذا الجيش لم يصل إلى بلاد الشام ولم يحارب الروم بسبب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبو بكر الخلافة، أرسل جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم، وخرج أبو بكر بنفسه يودع جيش أسامة، وأوصى أسامة بن زيد وهو قائد الجيش بمعاملة أهل بلاد الشام معاملة حسنة. وقد انتصر جيش أسامة بن زيد بن حارثة على الروم. انظر إلى الخريطة التي أمامك عزيزي الطالب. إذن جيش أسامة من المدينة المنورة إلى خيبر، ثم توجه إلى تبوك، ثم إلى معان، حيث حصلت المعركة بين جيش أسامة وجيش الروم. ثاني عمل قام به أبو بكر الصديق هو حرب المرتدين. فالإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض إلى خطر كبير، تمثل هذا الخطر في حركة المرتدين. من هم المرتدين؟ هم المسلمون الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم بعض الأشخاص من ادعى النبوة، فكان هذا خطرا على الدين الإسلامي. كيف واجه أبو بكر المرتدين؟ اتخذ أبو بكر موقف حازم من المرتدين، ورفض أن يعفيهم من دفع الزكاة، فجهز جيوش وأرسلها إلى القبائل التي ارتدت عن الإسلام، أي تركت الإسلام، وقد أوصى هذه الجيوش بمراعاة الأدب، آداب الحرب في الإسلام. والحمد لله نجحت هذه الجيوش في مهمتها، ورجعت القبائل المرتدة إلى الإسلام، وأصبحت تدفع الزكاة. وبذلك من نتائج حروب الردة أن شبه الجزيرة العربية توحدت مرة جديدة تحت راية الإسلام، وانتشر الإسلام فيها. انظر عزيزي الطالب إلى الخريطة التي أمامك، والتي تمثل الجيوش التي حاربت المرتدين. من أين انطلقت هذه الجيوش؟ انطلقت جميعها من المدينة المنورة. سم القادة الذين خرجوا لمحاربة المرتدين. عندك جيش خالد بن سعيد ذهب إلى مشارف الشام، عمرو بن العاص ذهب إلى قضاعة، جيش خالد بن الوليد ذهب إلى اليمامة، جيش العلاء بن الخضرمي، جيش حذيفة بن محصن ذهب إلى عمان، وجيش المهاجر بن أبي أمية ذهب إلى حضرموت. هل تعلم عزيزي الطالب أن الجيوش التي سارت لمحاربة المرتدين خرجت في الوقت الذي كان فيه جيش أسامة يحارب في بلاد الشام؟ أي أن المسلمين كانوا يحاربون على أكثر من جبهة. ثالث عمل قام به الخليفة أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة هو جمع القرآن الكريم.
أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر بجمع القرآن الكريم، علل بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن في حروب الردة. كيف كان المسلمين يحفظون القرآن؟ كانوا يحفظونه في الصدور، أي غيبا، أو كان مكتوبا على قطع من الجلد، جلود الحيوانات وجريد النخيل أو النخل، وهو عبارة عن ورق النخل الكبير. فأشار عمر على أبو بكر بما أن كثير من المسلمين الذين يحفظون القرآن الكريم استشهدوا في حروب الردة، فلما لا نجمع القرآن الكريم؟ أي شخص عنده أي قطعة مكتوب عليها أي آية قرآنية فلنجمعها. وفعلا أمر الخليفة أبو بكر الصديق الصحابي زيد بن ثابت، وهو أحد كتاب الوحي، وبعض الصحابة أن يجمعوا القرآن. وحين جمعوه وضعوه عند حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا الفتوحات الإسلامية. بعد النصر الذي أحرزه المسلمون على المرتدين، أرسل أبو بكر جيوشا إلى بلاد الشام والعراق لتخليصها من سيطرة الفرس والروم. فبلاد الشام كانت تخضع لسيطرة الروم، والعراق كانت تخضع لسيطرة الفرس، وحتى يأمن من خطر الدولتين الساسانية والبيزنطية اللتان كانتا تسيطران على الشام والعراق آنذاك، وينشر الإسلام بهما. انظر عزيزي الطالب إلى الخريطة التي أمامك، والتي تمثل سير الجيوش الإسلامية إلى بلاد الشام. أبو بكر الصديق بعث 4 من الجيوش لفتح بلاد الشام: جيش بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وجيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان، جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش بقيادة عمرو بن العاص الذي ذهب إلى أجندين، ثم توجه لفتح مصر. ثم طلب الخليفة من خالد بن الوليد الذي كان يفتح العراق بأن يتوجه بنصف جيشه إلى بلاد الشام لمحاربة الروم مع إخوانه المسلمين ولمساعدتهم. بالنسبة إلى وفاة أبو بكر، انظر عزيزي الطالب، الخليفة أبو بكر توفي عام 13 هجري، أي حكم سنة فقط من 11 هجري إلى 13 هجري، وكان عمر أبو بكر آنذاك 63 عاما، ودفن في حجرة ابنته أم المؤمنين السيدة عائشة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن أبو بكر دفن على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة السيدة عائشة. إلى هنا تنتهي حصتنا، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. يعطيكم ألف عافية.